مساء الخير. البداية من الرسالة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في تمام الساعة 8 من مساء الغد. تتجه الأنظار غدا نحو الكلمة التي سيلقيها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون متوجها بها إلى اللبنانيين في تمام 8 مساء، هو الذي كان أعلن عنها من بكركي بعد قداس عيد الميلاد المجيد. نعيد عليكم جميعا، إن شاء الله منعيد سنة الجاي بظروف أحسن. اليوم راح بعتذر عن الحكي، وتلاقوني نهار الاثنين، ساعتها راح نحكي أكثر من هون. معلومات الأو تي في تشير إلى أن الكلمة ستكون بمثابة مصارحة للشعب اللبناني عن كل المراحل الصعبة التي مر بها في السنوات الأخيرة، وهي ستكون جردة حساب عن كل مفصل من مفاصل التعطيل، وستؤسس هذه الكلمة لبداية مرحلة جديدة بالتعاطي بالأخص مع الداخل، وهي ذات عناوين واضحة. وأشارت معلومات الأو تي في إلى أن الكلمة تأتي في هذا التوقيت بالذات لأنه خلال السنتين المنصرمتين حاول رئيس الجمهورية مرارا وتكرارا إعطاء الفرصة تلو الأخرى للتفاهم مع أفريقاء الداخل، لكننا وصلنا إلى حائط مسدود في معظم الملفات وعلى معظم الصعد. إذن كل الصعوبات التي واجهت العملية الإصلاحية التي خاضها رئيس الجمهورية ستكون أمام اللبنانيين غدا، مع عدد من المقترحات حول الأزمة وتداعياتها الكثيرة على الناس، وستكون حاضرة في رسالة الرئيس عون، مع الأمل الدائم في أن تحمل المرحلة المقبلة حلولا أو تفاهمات تجنب أي تأزم لما له من انعكاسات سلبية على الحلول. عضو تكتل لبنان القوي النائب آلا عون أكد عبر الأو تي في أن الجمود الحاصل هو أسوأ ما يمكن أن يحل باللبنانيين، ولا بد من التحرك، وشدد على أن رئيس الجمهورية أكثر الحريصين على السلطة التنفيذية. أما بالنسبة إلى العلاقة بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، أشار النائب آلا عون إلى الحاجة الملحة لحوار صريح ومراجعة عميقة. رئيس الجمهورية ونحن كتيار يعني بتعرفي مثل عم نطلع بمسار متدرج بإعطاء الرسائل مباشرة أو غير مباشرة، لا نريد أن نكون شركاء بعملية التفرج على الانهيار عم بيكمل وما عم نقدر بقى نوقفه. لهذا السبب يعني بعتقد أنه جوهر إذا بدك يعني ما سيبدأ رئيس الجمهورية امبارح وسيتابعه التيار هو جاي بهذا السياق. أنا ما بعرف إذا شو اللي بخوف اللبنانية أكثر اليوم، تصعيد سياسي بمعزل عن شو رح يكون مضمونه، او جمود سياسي او عقم سياسي او موت سياسي مثل ما عم نعيش هلا. يعني اليوم باسوأ ازمه عم نمر فيها قاعدين عم نتفرج على بعض، لانه هناك قرار انه ما يصير شيء او ما عم بيصير شيء، او عم نحط يعني سقوف عاليه وعم نكربش بعض بازمات وما عم نقدر نطلع منها. فعمليا اليوم بعتقد اي حركه مش ضروري تعتبريها تصعيد، او اي شيء يمكن ان يعني يكسر هالجمود اللي احنا موجودين فيه، هو برايي لصالح اللبنانيين من البقاء بهالحلقه المفرغه اللي عم يدوروا فيها من دون اي افق. ما في شيء عم بيأذينا اكثر من هالنطره اللي ناطرينا وما حدا عارف شو منتظرين، لانه اليوم الجمود اللي حاصل حاليا هو يعني أسوأ ما يمكن ان يحل باللبنانيين. وانا بعتبر انه اي خطوه كان ممكن تنعمل بهالسنتين الازمه على شو ما كانت أسوتها أكيد كانت رح يكون واقعة أقل خسارة وأقل كلفة على اللبنانيين وعلى المودعين وعلى كل العالم من هالحالة الدوران من دون أي أخذ أي قرار اللي عم نعيشها منذ سنتين. يعني إيه ملفت ومفارقة أنه اليوم رئيس جمهورية اللي بيصر له أنه بتوقيع واحد هو رئيس الحكومة يخسر كل السلطة التنفيذية، هو غيران على الحكومة أكثر من المفروض ما يكون مؤتمنين عليها وعلى هذه الديمقراطية التوافقية. الله احنا هلا حنكفر بالساعة يمكن لو وصلنا هذا النظام اللي مش عم يخلينا نعمل شيء بقى. ولكن ملفت انه رئيس جمهورية عمليا هو اللي عم بيكون حريص اكثر على السلطة التنفيذية انه تنعقد وانه هي تغطي القرارات وهي تاخذ القرارات من انه يختصر هو بموافقة استثنائية هو ورئيس الحكومة يختصروا كل البلد. لهذا السبب عمليا لازم بمكان ما نعرف انه يعني لازم نلاقيه على نص الطريق بهالقصة، مع كل المآخذ والهواجس اللي ممكن حدا يعبرها عن اي ملف بما فيه الملف القضائي. بعدنا عم نقول لحديث هلا انه يا جماعة لا يجوز ان تكون الحكومة رهينة هذا المسار. هناك امور ملحة اقتصادية معيشية
ما لا شيء يعلو فوقه. تيار والثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله إلى أين؟ بعتقد أنه التيار وحزب الله والثنائي الشيعي بشكل عام إلى 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 حوار جدي وصريح وجريء ومراجعة حقيقية، ليست بمفهوم الورقة التفاهم مثل ما هي كورقة، لأنه بنودها كلها منيحة، بس أنه شو الفكرة؟ الفكرة أنه مراجعة حول يعني نحن اليوم كل هالمرحلة اللي مرقنا فيها، كل هالتغييرات اللي حصلت، كل هالتحديات اللي قدامنا، هل ممكن أن كل هالتجربة اللي مرقنا فيها وتحديدا تجربة السلطة اللي مرينا فيها مؤخرا، طب هذا كله بده تقييم، وهذا كله بده واحد يشوف إذا بعد هالعلاقة عم تقدر تخدم هالأهداف. أول شيء، هل لدينا يعني تشخيص واحد للمشكلة، وهل لدينا رؤية واحدة للمستقبل، وهل لدينا العبر نفسها للماضي والأخطاء اللي صارت؟ بدنا نوحد كل هول نشوف إذا فينا نستمر وين فينا نوصل نحن بالعلاقة. برأيي أهم شيء هي هالنظرة المشتركة وهالمراجعة الجدية والجريئة. مش مطلوب نحن نهدم تفاهمات، مش هذا المطلوب أبدا، بإنما مطلوب كمان أنه التفاهمات تكون على قد التحديات، لأنه بالآخر هي اللي بتنقذها. أما اليوم مجرد إنشاءات وشعارات وعواطف وكلام بس هيك منمق، بعتقد بكون واحد عم يتخبى وراء اصبعه وعم يحط راسه بالارض، وبعتقد تدريجيا بكون يعني عم بيرجع لورا، وعم يرجع وعم بيأذي هذا التفاهم، عم بيأذي هذا العلاقه. رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين جدد في كلمة له من طير فلسي الجنوبية الدعوة إلى الابتعاد عن الفتن، مشيرا إلى وجوب أن يتطلع اللبنانيون إلى مستقبل لمعالجة مشاكلهم بواقعية من دون اللجوء إلى من يزيد المشكلة تفاقما بتحريضه وإثارته للفتن. إذا كان البعض في لبنان يبالغ في إظهار العداوة والتأييد لجهات خارجية للنيل من قوة لبنان بمقاومته وشعبه وجيشه، فإننا نقول لهؤلاء: أنتم تخطئون مرة أخرى كما أخطأتم في التاريخ حينما لجأتم إلى الخارج، الآن تخطئون، لكن الفارق أنكم في هذه المرة لن تصلوا إلى أي نتيجة. في زمن الأعياد طوابير أمام مراكز فحوص البي سي آر، فهل رح ينعاد علينا بالصحة أو بالحجر؟ تقرير روبال فرن. راحت سكرة الأعياد وإجت فكرة الفحوصات، ودب الهلع بالنفوس وهرع الألاف من المواطنين إلى المستشفيات والمراكز لإجراء فحص البي سي آر بعد ما خالطوا أفراد عائلتهم بمناسبة عيد الميلاد، بالإضافة إلى وجوب إبراز نتيجة سلبية بالمطار قبل 72 ساعة من السفر. في بوزيتيف كتير، لأنه ليه بوزيتيف؟ لأنه مش كلهم بداعي السفر، في كتير كونتاكت، في كتير عالم جاي لعندها عندهم سمبتوم ومأكدين أنه هن سمبتوم ومختلطين مع عالم. نسبة الفحوصات الإيجابية مرتفعة، فهيدا على شو بدل؟ وشو ناطرنا بالأيام القليلة المقبلة؟ نحن عم نتجاوز نسبة 10% من الفحوصات الإيجابية اللي عم تنعمل، وبالتالي علينا أن نكون متنبهين إلى أنه هنالك انتقال مجتمعي للكوفيد 19 سواء بشكله القديم أو بشكل المتحور أوميكرون صار داخل المجتمع اللبناني، وهيدي نسبة الفحوصات الإيجابية من البي سي آر يجب يعني التنبه لها، لأنه هي أحد مؤشرات المرحلة الوبائية القادمة. يعني نحن بناخذ بعين الاعتبار إيجابية البي سي آر، بناخذ بعين الاعتبار عدد الإصابات الجديدة بال100,000، بناخذ بعين الاعتبار الوفيات بال100,000، كل هاي المؤشرات الوبائية تشير إلى احتمال دخولنا بموجة جديدة، أو نحن ممكن أساسا دخلنا بهذه الموجة. موضوع إعادة إغلاق البلد بعد الأعياد غير محسوم بعد بحسب بزري. ما عم بلغي احتمال الإقفال، لكن عم بقول حتى الآن من بحث موضوع الإقفال بشكل جدي، ونأمن أن لا نصل إلى الإقفال، لأنه نحن اليوم عندنا بعض الأمور الإيجابية اللي بدنا نبني عليها، عندنا مناعة مجتمعية جيدة، ما
بدنا نجرب نزيد نسبة التلقيح. خلال ويكند العيد لاحظنا غياب تام للإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالأخص بالمطاعم والمولات، فالشروط اللي انفرضت لدخول الأماكن السياحية أصبحت بخبر كان، كما غاب الدوريات وحواجز لقوى الأمن الداخلي بمخالفة لتوصيات لجنة كورونا. فمرة جديدة أثبتت الدولة فشلها بتطبيق القوانين والقرارات. نحن بنعرف انه هنالك فشل ذريع على مستوى مختلف ادارات الدوله بالتنفيذ، عكس حاله هلا على القطاع الصحي. في بعض المحلات بنحترمها وبنقدرها عم تتايد بهالبروتوكول، لكن في قسم كبير من هالمحلات ما عم يتايد بالبروتوكول، وانت بتعرفي اللي منه متايد بهالبروتوكول غالبا بيكون عليه حمايه سياسيه، وهذا امر مرفوض. ندعو الدوله للقيام ومؤسساتها للقيام بهذا الواجب اللي هو الحد الأدنى لحماية المواطنين. أظهرت نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت بالمطار بين 17 و23 الحالة وجود 985 حالة إيجابية بحسب وزارة الصحة. كانت دائما تمنياتنا واقتراحاتنا إنه اللي جاي من برا ينحجر عدة أيام قبل ما يعمل PCR ويتعرف، لكن كان رد واضح من قبل السراي الحكومي إنه لا قدرة لنا على التطبيق. فإذا كان ما عندهم قدرة على تطبيق بعض يعني مراقبة بعض الداخلين اللي بدهم يفوتوا ينحطوا بالفنادق لعدة أيام قبل ما يعملوا PCR وينطلقوا للمجتمع اللبناني، بنتساءل كيف بده يكون عند الدولة القدرة على تطبيق إجراءاتها. فإذا القدرة إما موجودة أو غير موجودة، أو الرغبة موجودة أو غير موجودة، ويبدو أنه يعني بالدولة في مزيج من عدم القدرة وعدم الرغبة. بالمحصلة الأنظار متجهة نحو الأسبوع المقبل بعد رأس السنة، فهل رح يتكرر سيناريو العام الماضي؟ النتائج برسم المواطنين. بعد الشكاوى التي تابعها وزير السياحة وليد نصار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم التزام مطار بيروت الدولي بالإجراءات الوقائية ولا سيما في قاعة الوصول حيث لا يتم وضع الكمامات، أوضح المكتب الإعلامي لنصار أنه بادر فورا إلى الاتصال بكل من وزير الداخلية بسام المولوي ورئيس المطار فادي الحسن مستفسرا، وقد تبلغ من المولوي أنه تابع المسألة وتواصل مع جهاز أمن المطار بحيث تم الاتفاق على اتخاذ قرار بإبعاد المواطنين عن بعضهم البعض، وطلب منهم الالتزام بالمسافات الآمنة مع وضع الكمامات على أن يتم تسطير محاضر ضبط بحق كل من يخالف. وشدد البيان على أن تطبيق الإجراءات واجب على المسؤولين متابعته، لكن المسؤولية الأكبر تبقى على المواطن نفسه. فاصل ونتابع أخبار المساء. مساء الخير عن جديد. خلال عرض أحد تهنئة العذراء مريم من بكركي، اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن الناس يهنئون بعضهم بعضا على الخير الذي يفعلونه لا على الشر وتحقيق الخراب والتعطيل والإفقار. وأضاف الراعي: نهنئ المسؤولين اللبنانيين على إنجازاتهم الكبيرة لخير الوطن والشعب، أما الذين من بينهم يعطلون مسيرة الدولة فلا يستحقون سوى الإدانة والشجب. نهنئ كل مسؤول وكل حزب وكل نافذ على ما يتم من إنجازات لخير الوطن والشعب، أما الذين من بينهم يعطلون مسيرة الدولة فلا يستحقون سوى الإدانة والشجب. أمام هذا الواقع الهدام يتطلع اللبنانيون إلى وجوب إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل كاستحقاق دستوري يفسح في المجال لكي يمارسوا حقهم في المساءلة والمحاسبة، وإذا ما جرت وينبغي أن تجري هذه الانتخابات النيابية تكون الضمانة للانتخابات الرئاسية في تشرين المقبل. الشعب اللبناني يتوق إلى رؤية جيل سياسي جديد يتمتع بمؤهلات القيادة وحسن الحوكمة، يفقه معنى حياة لبنان
ودوره السلمي والحضاري في المنطقة بعدما تأكد شعبنا أن لا إصلاح ولا تغيير ولا إنقاذ من خلال جماعة سياسية عبثت بالبلاد والعباد منذ 30 سنة ونيف. أجل، شعبنا يتطلع إلى جيل وطني جديد يتقدم إلى المسؤولية الوطنية بشجاعة وأخلاقية ويقدم برنامجاً واضحاً، أولاً على الصعيد السياسي ثم على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والمالية. ولليوم الثاني على التوالي عمت قضاليس عيد الميلاد مختلف المناطق اللبنانية ومنها المناطق الحدودية الجنوبية، حيث شددت العظات على التمسك بالإيمان والمحبة وأن يعم السلام لبنان والعالم أجمع مع ميلاد الطفل الإلهي، وذلك وسط إجراءات أمنية لقوى الجيش والأمن الداخلي ومراعاة المشاركين إجراءات الوقاية من كورونا. مع هذا الخبر بنكون وصلنا إلى ختام أخبار المساء. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك، إنستغرام، وتويتر. شكرا للمتابعة وتصبحوا على ألف خير.